Du Festival International de Rail en sa 10e édition, en cette soirée de clôture. Et comme vous êtes habitué, chers téléspectateurs de Mabel Inter TV, nous recevons les stars pour vous dans ce plateau mobile de Radio Mabel Inter. Bien sûr, ce soir, on a l'honneur de recevoir parmi nous le champion du monde en taekwondo. Il est originaire de la ville de Oujda. Il est avec nous ce soir, Abdelkader Zrouri. Marhaba bik. Allah ybarik fik wa choukran ala hada listidafa. Merci beaucoup. Abdelkader Zrouri, originaire de Oujda, rak f Oujda had nhar, le festival dialek, f medinetek, chno houma les impressions dialek? الحمد لله يعني هذا الفيستيفال انا اول مشاركه اول انطلاقه ديال الفيستيفال دو راي كنت parmi les invités d'honneur والحمد لله je suis toujours fidèle au festival du rail parce que festival du rail الحمد لله كيعطي واحد الدعم قوي لمدينه وجده ويعطي واحد الحيويه على هاد الاربع والخمسه ايام يعني كيعطي واحد الديناميه جديده وكيعطي واحد النهج لساكنه مدينه وجده وكينهج عليهم اللي كيخرجهم من الحياه الروتينيه ديالهم اللي كيعيشوها يعني كيما نقولوا حنا باش ما يقنطوش يعني والحمد لله هذا العام شفنا دي ستار جاوا هذا العام منهم السيد دوزي اللي البارح وصل حتى ل 200 الف متفرج اللي كان حاضر اللي حيح ودوماج ما حضرتش انا باسكو جافي دي رينيو ا رباط يعني سي فريمون فيليسيتاسيون بور لا ريوسيت دو سيت ايفينمون لو فيستيفال دو راي. En tant que sportif et en tant que champion du monde en taekwondo, شنو يمكن تقول لنا على المستقبل ديال الرياضه في المغرب؟ المستقبل الرياضة في المغرب بكل صراحة يعني إلا مشينا على هذه النجمة يعني فيها خطر ويعني ما كاينش واحد الخو واحد من منهجية ديال العمل باش نزيدوا بقز الرياضة القدام لكن هذا لا يخفى على الجميع أن الرياضة المغربية في تراجع يعني يوم بعد يوم وحتى في الألعاب الأولمبية هذه السنة تأهلوا يلا 49 من قبل كنا نتأهلوا 130 135 مشارك وكنا نجيبوا كانوا يجيبوا ميداليات حتى أنا لعبت مرتين الألعاب الأولمبية مرة ثانية اللي كلاسيت المرتبه الخامسه كما المتتبعين ديالي اللي عرفوا ان في نصف النهايه وقع لي ديشيرد لي قامو كروازي اللي ما خلانيش نتابع اللي كنت من لي فافوري ديال لي جوز اولمبيك نتمنى ان يكون واحد 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 المنهجيه في وزاره الشباب والرياضه ولا انا نتمنى يكون من القصر الملكي مع السيدان هو الوحيد اللي يقدر يصوفي لنا هذه الرياضه ويكون واحد الدعم قوي ويكون واحد المحاسبه لهاد المسؤولين باش انما الرياضه ديالنا ضاعت والرياضه هي البلاد والرياضه هي الرايه الوطنيه وهي ليماج ديال المغرب اونيفو انترناسيونال. عبد القادر الزروري شنو هو الميساج ديالك اللي ممكن تصيفطو للعالم بهذا الوقت هذا كيكور هذا الازمه اللي عندنا بور لو مومون في لو موند انتي شنو يمكن لك تقول للشباب اللي كيستمع لنا واللي كيشوفنا؟ ايوا نقول للشباب يكون صبار ويكون يعني يكون عنده حسن الخلق وحاجه اخرى يعني هاد الحاجه كيعيش هاد الازمه كيعيشها العالم كامل يعني كاين الله كبير هو اللي يفرج علينا انسان يتوكل على الله ويكون نيته حسنه وربي ما عمره خيبه بهذه المناسبه من هذا المنبر كندعيكم باش تكونوا من بين المشاركين معنا في الدوري الدولي اللي كان المرتبه المره الثالثه هذا العام اللي كنظموا انا بالجمعيه ديال جمعيه وجده الرياضه للتنميه اللي الحمد لله السنه الماضيه عرف في مشاركات 750 مشارك 20 دولة وهذه السنة إن شاء الله عندنا البرنامج يكون 30 دولة و 1200 مشارك وكان نتوما من المدعوين مابيل تاع تي في بروكسل باش تكونوا حاضرين إن شاء الله باش تشوفوا التنظيم العالمي اللي يكون في مدينة وجدة. حنا كنتكلفوا في مابيل انتر تي في خصوصا في لياج بالجاليه المغاربيه القاطنه بهذه المدينه هذه وكنعرفوا ان الجاليه المغربيه خصوصا اللي قاطنه في هذه المدينه جايه من الجهه الشرقيه واش ممكن انت كبطل العالم واللي كيبغيوك بزاف وتيعرفوك صندوق واش ممكن تقول لهم ان ميساج لي فوالا فريستايل تفضل
الميساج اللي نقول لهم هو يعطي واحد ليماج ديالنا مزيانه في الديار البلجيكيه، لان ما كما كيعرفوا ان المدينه الشرقيه يعني الناس ديال الجود والكرم جميل محل جميع المغاربه، والناس عندهم الكلمه كيكون كنا نقولوا حنا كي تقول لوجدي كيقول لك وجدي عنده الكلمه. نتمنوا انه ما يحشمولناش يعطيونا احسن تمثيل في الديار البلجيكيه. عبد القادر الزروري، شكرا لك لتلبية الدعوة، وكنتمنوا لك مسيرة موفقة في لو غيست ديال لا كارير ديالك. شكرا جزيلا. ريستي برونشي، ريستي زاليكوت سورتو سور راديو مابيل انتر. شيرز اوديتور اوديتريس، شير تيليسبيكتاتور دو مابيل انتر تي في، لا كوفيرتور كونتينو ايسي او فيستيفال انترناسيونال دو راي اوجدا.